عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ طيبين، بشرونا عنكم كما عودناكم، يوم جديد وعرض جديد. لكن المرة هذه ما عندنا S550، عندنا الأجمل منهم من وجهة نظري. عندنا S400 2016 مرسيدس، 2016 مرسيدس S400، 3.0 لتر V6 أو 6 سلندر، الموتر تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله. يعني والله ما أدري وش أقول، لكن تدرون كيف؟ خلونا نعطيكم نظرة سريعة على تقرير كارفاكس. هذا تقرير كارفاكس للسيارة، هذا الفين نمبر هنا. لو نجي هنا نشوف مكتوب 1 owner بمعنى مالك واحد من وكالة، no reported accident، ما عليه حوادث. طبعا ما شاء الله تبارك الله مالك واحد من غير حوادث. وحنا ايضا يعني بغض النظر عن تقرير كارفاكس، معنا جهاز يقيس لك سماكة الصبغ بالكامل، فشفنا الهيكل الخارجي للسيارة بالكامل ما شاء الله تبارك الله، صبغ الوكالة. طبعا نشوف هنا هذه السيرفس هيستوري، الفيكل سيرفس، لكن راح نشوف تواريخ الصيانة بالكامل في الصفحة الأخيرة. طيب هذه تواريخ الصيانة هنا بالكامل. لو نشوف هنا مكتوب يوم كانت السيارة أول صيانة لها، يوم السيارة ماشية هو ما يخلي أحد في حاله، يوم السيارة ماشية 6000، ثم بعدين 12000، 24000. يعني لو نشوف هنا مكتوب مرسيدس بنز في إحدى وكالات مرسيدس. نجي هنا نشوف مكتوب 32، 37، 44، 49، 50، 53، 62، 63، 72. طبعا السيارة الآن ماشية 77، فما شاء الله تبارك الله. أقل شيء نقدر نقول أن المالك الأول كان مهتم في السيارة بشكل كبير تبارك الرحمن. يعني حتى أول شيء خلونا نأخذ نظرة سريعة على هيكل خارج السيارة، ثم بعدين نوريكم قولوا معي داخلية السيارة والأشياء الثانية. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللون الخارجي اللون اللؤلؤي. اللي حاب أقوله أن ما شاء الله تبارك الله، يعني الكبوت، الرفارف، الرفرف الأيمن والرفرف من جهة السواق ومن جهة الراكب عليه العازل أو الطبقة الحماية. يعني لو نشوف ندقق هنا أسوي ضح لكم بس بالصورة، هنا وأيضا هنا دير مدار، وعلى الرفارف من هنا. يعني ما شاء الله تبارك الله، حتى لو جينا هنا مع الجنب مثل ما تلاحظون، وأيضا من الجهة الثانية نوريكم بس الشيء هذا. ثم يقولون قرطيسة. فخلونا نشوف الهيكل خارجي السيارة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللون الداخلي أشبه بلون البني الداكن أو بما يسمى الإسبريسو. ما شاء الله تبارك الله. طبعا عليه 4 فصوص، التحكم الذكي بالدركسون، الثبات على المسار، تطفئة تشغيل الحساسات، وكاميرا 360 درجة أو بمعنى أصح 4 كاميرات. طبعا نشوف هنا اللون البني وفي تطريز باللون الأسود. اللهم صل على محمد. إيش عندنا هنا؟ عندنا تبريد تسخين مقاعد للسواق والراكب، أسيات متحركة، تصفية مرايا، سماعات برو ماستر، النقط العمية، نقطة العمية هناك. عندنا التسخين دركسون، قولوا معاي الرادار، هذه كلها سقف بانوراما. ما شاء الله تبارك الله، استرة خلفية وأيضا ستاير جانبية. نشوف السترة الخلفية بعد. ما شاء الله تبارك الله. أنا ما ودي أطول عليكم بالفيديو. طبعا أبواب شفط 4، يا سلام سلم. نروح من جهة، قولوا معي جهة الراكب. طبعا أنا اللي فتحت الطاقة هنا، هنقفلها. تسخين مراتب خلفية. طبعا الموتر الشورت ويل بيس أو شاصي قصير. فرشات الوكالة كلها بالكامل، أبواب شرط مثل ما قلتكم، فرشات الوكالة كلها بالكامل في الشنطة. ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن. كتالوجات الوكالة بالكامل،
طيب خلونا نشوف الشنطة على السريع. مثل ما يقولون كامل مكمل والكامل وجه الله، كلها بالكامل هنا. ضغطة زر وامورك طيبة ما شاء الله تبارك الله. طيب اللهم صل على محمد. وش عندنا شيء ثاني؟ في ملاحظات بسيطة هنا، بعضها كلها تروح مع البولش ومع مع التلميع. عندنا ايضا هذه، عندنا هذه، عندنا اشياء زي هذه هنا، عندنا هنا، هنا بعد. في استفسارات كثيرة بخصوص هالسيارات، فيها الصدى اللي تيجي من كندا، الاشياء هذه كلها. احنا اول شيء نتكلم عن مرسيدس، ففي شيء لابد تعرفه، يعني سيارة او علامة تجارية في عالم السيارات عن العلامة التجارية الثانية تفرق بكثير، والجودة تفرق بكثير. فبحكم اننا نتكلم عن مرسيدس، ياما سيارات يعني اعمارها فوق خلنا نقول 15-17 سنة ولا فيها اي صدى، فجودة الصناعة تفرق بكثير وهي اللي تحكم في الاول والاخير. فهذا بطن الموتر ما شاء الله تبارك الله. نتكلم عن 2016، فانا بوريكم بطن الموتر بشكل مختصر، والموتر ما فيه صدى يعني، اللهم لك الحمد. يعني اغلب السيارات اللي نشتريها، او كل السيارات عفوا، كل السيارات اللي نشتريها ما فيها اي صدى السيارات الحديثه. اذا جينا نتكلم عن مرسيدس، اذا جينا نتكلم عن لكزس، اذا جينا نتكلم عن البي ام، يعني السيارات اللي لها او جوده الصناعه فيها عاليه. فما شاء الله تبارك الله. طبعا مثل ما ذكرتكم في ملاحظات هنا بسيطه على الصدام، فالصدام الأمامي، الصدام الخلفي، أشياء بسيطة خلنا نقول بحكم العمر أو بحكم أن السيارة يعني ما شاء الله تبارك الله صبغ الوكالة بالكامل. طبعا هذه عندنا يبالي إعادة تثبيت الإكستنشن اللي تحت، عندنا أشياء هنا على الصدام الأمامي، لكن لاحظوا معي حتى العازل اللي هنا موجود أو الحماية، طبقة الحماية بالكامل على الوجهية بالكامل. ايضا عندنا الملاحظة هذه، عندنا الملاحظة هذه على الصدام الامامي من تحت. غير كذا ما في شيء يذكر يعني. فخلونا نسوق السيارة ونقول بسم الله. طبعا يجي معها مفتاحين، خلونا نقفل الباب، نقول بسم الله. طبعا سماعات برو ماستر، فالمعروف لا يعرف، قول بسم الله. ثبات على المسار، التحكم الذكي بالدركسون، موتور تبارك الرحمن في حالة جدا فوق الممتازة. نحط الحزام هنا، ايضا فيها التحكم بوضعيات القياده، الاشياء هذه كلها. طيب خلونا شغل النافيجيشن. ودي أدعس بالمرة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ومشى مثل ما قلت لكم 77,000 كيلو، ما شاء الله تبارك الله. فاللي عنده أي استفسارات أبد يتواصل معنا ويبشر بالخير، بالتوفيق.